عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة ميم سين لتدريب الكلاب. انا محمد وسام لتدريب الكلاب. ادي سالي معايا وحرس قاعد ورا وحرس شايفينه. شايفينه تمام حبيبي. المهم الحلقة بتاعت النهاردة عن الصوت العالي والكلاب. في ناس بتقول ان في الكلب الروتويلر بيتضايق من الصوت العالي, او في بعض انواع الكلاب بتتضايق من الصوت العالي من ضمنهم الروتويلر. وطبعا الكلام ده مش مظبوط. بالظبط, احب اقول الكلام ده مش مظبوط. هو ودن الكلب معروف ايه, ودن الكلب حساسه بتسمع اكتر من ودن البني ادم, بس الصوت العالي ما بيضايقش الكلاب, مش بينرفزهم مش بيضايقهم. الكلام ده على حسب ما الكلب بيتعود. الكلام ده التعود ده يا جماعه بيبتدي من البريدر, مش من عندك انت بس, وبعد كده بيكمل عندك. يعني المفروض ان انت بتعود الكلب على اي حاجة, على الصوت العالي, على الصريخ, على حاجة بتقع حوالين الكلب, على اي حاجة ممكن تحصل في البيئة اللي حواليه عموما ان هي متضايقوش. طبعا احنا في العربية هو رايحين التدريب بتاع الحراسة بتاع حرس, وحنصوروكوا برضو ان شاء الله هناك ان شاء الله. بس على المهم فكرة الكلام ده الصوت العالي مع الكلاب يعني. الكلام ده مع الحيوانات كلها, الحيوانات اي حيوان عندك في البيت على حسب ما انت بتعوده في صوت عالي او مفيش صوت عالي حواليه. والدليل اهو هنعلي المزيكا. طبعا المزيكا دي مش بتاعتنا اصلا, المزيكا دي من على اليوتيوب وعمرو دياب. اي رد فعل يعني قاعد زي ما الصوت شغال ولا كانه شغال ولا في اي مشكله. فكلبك على حسب ما بتعوده يا جماعه, لازم تعود كلبك على كل حاجه, على كل الاصوات, وخصوصا الاصوات العاليه عشان ما يتضايقش, عشان ما يجيش طفل يصرخ جنب الكلب بتاعك يوم الكلب منفعل عليه وهاجم عليه. الحاجات دي كلها لازم الكلب يبقى متعود عليها علشان يبقى كلب يعتمد عليه لما يكبر. يلا ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم, وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. الحمد لله القناة وصلت لألف بيكو دلوقتي, إن شاء الله نزيد بيكو برضو الشير بقى يا جماعة. يلا نشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.